السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي. اليوم ان شاء الله غدا نشارك معكم وصفة ديال الحرشة مالحة اللي كتجي لذيذة بزاف وخفيفة. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر وتفضلوا معايا باش تشوفوا تفاصيل الوصفة. بسم الله على بركة الله. دابا اول حاجة غدا ناخذ هنا، عندي هنا 300 غرام ديال السميدة الرقيقة ديال الحرشة. غدا نضيف لها الملحة، الملحة كتبقى على حسب الذوق ديالكم، وغدا نضيف ليها شويه ديال الهريسه ديال الفلفل، الفلفله الحاره نصف ملعقه تقريبا، وغادي نضيف هنا بيكربونات دو سود، غنضيف معلقه تقريبا. نخلطوا هادشي، ودابا غدا نضيف زيت الزيتون تقريبا 4 ديال المعالق. غنبسبسوها مزيان، صافي. دابا هاد الخليط هذا غادي نقسمو على زوج. بسم الله على بركة الله. دابا قسمت السميدة على جوج، هنا غدا وحدة غدا ان شاء الله نحضرها بالربيع، يعني غتجي اللون ديالها اخضر، والثانية غدا نحضرها بالزيتون اسود يجي ان شاء الله اللون ديالها ميل للسواد. هنا عندي كمية ديال الزيتون، غناخذ غير نصف درس ديال الثوم لان عندي الدرس كبير شويه، وهنا هذه ديال الزيتون غنسمها بالزعتر. غادي نطحن، غنضيف واحد الكميه قليله ديال الماء ونخلي حتى نبغي نضيف غير باش نطحن هاد الزيتون، حتى نبغي نضيفها ان شاء الله الحرشه عاده باش غدا نشوف شحال خصني نزيد ديال الماء. بسم الله على بركة الله. انا دابا صافي طحنت الزيتون الاسود، دابا غادا نخلطو مع هاد الحرشة هادي. وغادا ناخدو واحد شوية ديال الخميرة، كتشوفو معايا خميرة ديال الخبز، غندوبوها شوية. من بعد ما دوبنا الخميرة غنضيفها الحرشة، وغادا نضيف دابا الماء باش هاد الحرشة هادي تكون سائلة، وغادا نخليها ترتاح. نزيد واحد شوية، غادا نخلي هذا غيكون هذا هو القوام ديال الحرشة ديالنا، غتكون بحال هكذا، ما تقيلاش بزاف وما خفيفاش بزاف، كتكون بحال هكذا. صافي دابا غدا نخليها ترتاح وغنمشي نوجد هاد الحشوة الثانية لهاد الحرشة هادي. دابا النوع الثاني ديال الحرشة غدا نحتاج ليه هنايا القزبر، كيجي افضل. هنا عندي مخلط قزبر ومعدنوس لان ما بقاش عندي بزاف القزبر، وداكشي باش خلطتو. غدا ناخدو غير الوريقات، غنحاولو ما ناخدوش هاد السيقان هاد العويدات، ناخدو غير الوريقات هكذا. من بعد ما كملت الكميه ديال القزبر والمعدنوس غنضيف دابا الزيتون الاخضر، وغادي نضيف هذاك النصف الاخر ديال الدرس ديال الثومه. هنا غنضيف شويه ديال الماء باش نطحن هاد الزيتون، ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. سمحوا لي كنت كنصحاب راسي كنفيلمي الساعه، ملي جيت نشوف لقيت كنهضر غير بوحدي. المهم هنايا ضفت الخليط اللي طحنت، ودزت لي زدت لي غير شي شويه ديال الماء حتى كيولي القوام ديالو بحال الحرشه الاولى بحال هكذا. ودابا غدا نخليه يرتاح شويه، ومن بعد غنبدا ان شاء الله نطيب فيهم. بسم الله على بركة الله، نبداو نطيبو فيهم. نرشو شويه ديال السميده، ناخذ معلقه تكون عامره مزيان. انا
غنضيف تقريبا زوج ديال المعالق صافي. نقادها هكذا صافي وكنزود. صافي كنعاود نمسح هذا باش غير نوريكم غنطيب هاد الثاني الحرشة الثانية نفس الشيء زوج ديال المعالق نتمنى يكون واضح صافي وكنزول. عاود نرشها شويه بالسميله وكنستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكملهم كاملين ان شاء الله. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحرشه ديالنا، كتجي زوينه بزاف في المنظر وحتى في المذاق. ممكن نحضروها بحجم اصغر من هذا، وبالنسبه للنكهات راه ممكن تنكهوها باش ما بغيتو، ممكن نكهوها بالحباق بالفلفله الحمراء الى اخره. نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم. الى عجبكم كيف العاده ما تنساوش الضغط على زر لايك وتشتركوا الوصفه مع الاحباب والاصحاب، والى وصفه جديده ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.